لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورب الخير جميعا. بعد ما تكلمنا عن البيتوايز أند أوبريتور منطقي جدا نحن نحكي في البيتوايز أور أوبريتور. الريبريزنتيشن بتاعه بيكون عبارة عن رمز البايبل اللي هو الخط ده تجمع تمام؟ وكالتالي كالعادة يعني هو مقسوم لنصين، النص الأولاني البيتوايز والنص الثاني الأور. الأور لأنه ليه دخل بالأوبريتور أور، خلونا مثلا نمثل أوبريتور أور على أربع بتات، بت 2 3 4 يعني أربعة إنبوتس مثلا إكس واي وزد، ده بيكون عبارة عن الأوتبوت. الأور بيشتغل طبعا في حالة ان اي قيمة فيها اون اي قيمة فيها ترو بتشتغل معك عادي ما فيها اي مشكلة. البيت وايز عادي لان هي انت فهمت القصة، ان كل سنجل بيت بيتاخد لوحده. خلنا نقول مثلا حاجة زي نقول نفس المثال اربعة اور مع الخمسة، ما تيجي نشوف كده الاربعة ما هي تقريبا الاربعة مش مستاهلة، يعني الاربعة على اربع بتات هتديني واحد زيرو زيرو، اور مع الخمسة الخمسة هتديني انا اسف واحد زيرو زيرو، الخمسة هتديني واحد زيرو واحد، خلينا نحطهم تحت بعض كده واحد زيرو زيرو مع واحد زيرو واحد، وندي مفهوم من البيتوايز اللي هو احنا برضو اتكلمنا عنه قبل كده، ده معناه ان الزيرو والواحد ده في بت لوحده، الزيرو والزيرو في بت لوحده، والواحد والواحد في بت لوحدهم، لكن كل بت اور مع التاني تمام كده، دات اور ودات اور اللي هي رمز البايبل ودات اور. فبالتالي الناتج هيكون عباره عن ايه؟ الناتج هيكون انت عارف اي دي جدول حقيقه موجود قدام منك، الزيرو مع الواحد في الاور راح يدي لك واحد، فالناتج هنا برضه هيطلع واحد، والواحد الزيرو والزيرو راح يديك في الحاله ديت الناتج بيكون عباره عن زيرو، الواحد والواحد في الحاله ديت الناتج بيكون عباره عن واحد، فده الناتج 101، والواحد 01 هي بمثابه مين؟ بمثابه الريبريزنتيشن بتاع الرقم أو حتى لسه موجود فوق الريبريزنتيشن بتاع الرقم 5. ده معناه ان انا لو جيت اقول له 4 بايبل مع الخمسة في الجافا سكريبت هيطلع لي 5، ما تيجي نشوف 4 بايبل مع 5 ونعمل كنترول اس هتلاقي ان الناتج طلع 5 تقريبا نفس الاكس نفس الناتج اللي احنا توصلنا ليه. ده بالنسبه للبيت وايز اور اوبريتور. خليني طيب احكي في جانب تاني كده قبل ما اقفل السيشن، ربما ما كنتش اتكلمت فيه عن البيت وايز اند اوبريتور والبيت وايز اور اوبريتور، الاثنين برضو ليهم دخل بموضوع الاسوسيتيفيتي يا جماعه. يعني ايه اسوسيتيفيتي؟ خلوني اقول كده امسح كل الكلام دوت، وبنقول ان جافا سكريبت برضو موضوع الاسوسيتيفيتي انها بتبدا من الليفت تو رايت اسوسييتيف. يعني مثلا لو انا قلت 4 بايبل مع 5 بايبل مع 6، ده معناه ايه يا جماعه؟ ها نفس القصه لو انا كنت برضو شغال مع اند، يعني لو انا قلت 4 اند مع 5 اند مع 6، يعني القضيه كده كده في اسوسييتيف مع كل الرولز، ده معناها اني اني في الستيج الاولانيه دي المرحلة دي هي اللي هتتنفذ ويطلع الناتج، بعد ما يطلع الناتج ايا يكن هو ايه هتتنفذ المرحلة اللي بعدها مع الاوبريتور ده تمام كده؟ لقيت كلمة اسوسييتيف ودي بتمشي مع كل الرولز، مع الاند بتمشي مع البيت وايز اند وبتمشي مع البيت وايز اور. مثلا لو حبينا نقول مع البيت وايز اور، انت عارف اني 4 بايبل مع 5 من شوية طلعت لنا الناتج كام؟ كانت طلع 4 بايبل مع 5 طلعت لنا الناتج 5 تمام. خلينا نحل القضيه اللي فوق دي، يعني لو حبينا نحل القصه اللي فوق دي، فانت حلها يدوي كده 4 بايبل مع الخمسه طلعت لك الناتج 5 تمام، فيبقى القضيه 5 بايبل مع السته، ودي انت ممكن تمثلها بقى تمام كده، ولو انت عايز تحلها بايدك ما في اي مشكله. الخمسه عباره عن تمثيلك ليها 1 0 1، السته بتكون عباره عن كام؟ السته بتكون عباره عن 4 و2 تقريبا، يعني 7 ناقص 1 يعني 1 1 0 صح كده؟ نشيك عليها عشان انا مثلا لو انا كنت في الديسيمال وكتبت 6 وحولتها للباينري بتكون عباره عن 1 1 0، الكلام ده صحيح. ننزلهم تحت بعض مثلا هنقول 1 0 1 و 1 1 0 ومع البيت وايز، فانت عارف ان دولت لوحدهم ودولت لوحدهم ودولت لوحدهم
وانا بفصل ما بين بايبل، فالناتج هنا بيكون واحد وهنا بيكون واحد وهنا بيكون واحد. التمثيل للتلات بتات المنورين دول كلهم بيكون عبارة عن ايه؟ ريبريزنتيشن للرقم 7 اون ديسيمال. يعني ايه؟ يعني لو انا كتبت له كده ده في الخمسة بايبل مع الستة، تمام؟ وانت عارف الخمسة ديت اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي عبارة عن الناتج بتاع الاربعة بايبل مع الخمسة. فلو انا قلت اربعة بايبل مع خمسة بايبل مع ستة، المفروض الناتج يطلع سبعة. نتيجة نجرب كده، انا قلت اربعة بايبل مع خمسة، هقول له بايبل مع ستة، وهعمل سيف، شوف الناتج يطلع لي كام. الناتج هيطلع لي عبارة عن سبعة. ده نفس الطريقة اللي احنا طلعنا بيها الناتج تبعنا. نعيد السيناريو مرة تانية بس بشكل سريع. يا جماعة قالوا ان الاسوسيتيف ما بيمشيش بس مع الاور ولا البيت وايز اور، برضه بيمشي مع البيت وايز اند يا جماعة، ما فيها أي مشكلة، تمام؟ والقانون بمنتهى البساطة معناه ان الليفت تو رايت اسوسيتيف، الأولى في الأولى في التالي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.